أسعد الله أوقاتكم. اليوم حنعمل طريقة الملفوف الأحمر نفس طريقة المطاعم. بنقطع الملفوف، ممكن نستخدم الماكينة، ممكن نعمله بشكل يدوي أو أي أداة متوفرة عندنا، المهم يكون مثل هيك ناعم. الماكينة غير ضرورية. الماكينة نصف لتر ماء 500 جرام لهذا الكمية، لرأس ملفوف كبير. خل أبيض 250 جرام 1 كوب. زيت نباتي، أي نوع زيت أنتم ترغبوا به، 1 كوب 250 جرام. حمض ستريك اللي هو حمض الليمون أو ملح الليمون، ملعقة كبيرة 17 جرام. سكر 3 ملاعق كبيرة 40 جرام. ملح 40 جرام 3 ملاعق كبيرة. نخلط مكونات جيد. ممكن نستخدم بشكل يدوي، ممكن يعني بدون ماكينة. الماكينة هي غير ضرورية الماكينة، ولكن لكميات كبيرة للمطاعم نستخدم الماكينة أسهل لنا. بندير المكونات على رأس الملفوف وبننتظر 24 ساعة. نحط الوعاء وبننتظر 24 ساعة. هيك بعد 24 ساعة يفضل الاحتفاظ بالماء مع المخللات بشكل عام، خاصة إذا كانت الكمية كبيرة، يفضل نخزنه مع الماء. في أمان الله.